بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أحبتي في الله، نحييكم جميعا، مرحبا بكم. معكم دائما أخوكم وعد تيجاني، مجموعة تربية الحسون والكنرة بشكل احترافي. على الفيسبوك إن شاء الله راني حليت مجموعة جديدة اسمها تربية الحسون والكنرة بشكل احترافي معاد تيجاني. مرحبا بكم خوتي، لأنه المجموعة تاعنا غلقوها لنا الفيسبوك للأسف. المهم إخواني في الله، معليش رانا في اليوتيوب نفيدكم بالشيء اللي قدرنا عليه. المهم حبيت نقول لكم فقط يعني طريقه هكا أسيوس صغيره كيفاش تعرفوا ان البذور تاعكم يعني صالحه لاعطائها للعصافير ام لا، بحكم يعني دراستي هذا سبيشاليتي تاعي. راح نوريكم نعرف ان شاء الله كيفاش تفرقوا بين لا سيمونس المليحه ولا سيمونس اللي ماشي مليحه ولا سيمونس المريضه. المهم انا بديو ان شاء الله اخواني في الله. اول حاجه نديروها لاناليز فيزوال، يعني نشوفوا بعينينا هكذا، هكذا نشوفوا واش نشوفوا. اذا ما كانش السوسه، اذا ما كانش الحشرات، كي نقولوا الحشره هذه السوسه، هذه السوسه يعطوها لو شارونسون، لو شارونسون دو بلي، هذه السوسه تاع القمح تصيب جميع يعني البذور. وهذا كي تشوف السوسه في القمح او في البيست او يعني البراقه او اي بذره، عرف باللي هذا القمح خاسر او هذا البراقه خاسر او هذا النيجر خاسر، لانه ذاك القمح او السوسه عفوا تأتاكي يعني البروتين تاع البذره، وبالتالي تصبح غير نافعه، تموت البذره، تموت هذه خلاص، تفقد يعني القدره على يعني اخراج الجذر تاعها، يعني لو بوفوار جيرميناتيف هذاك خلاص يمشي في حاله. المهم اخواني، اول حاجه اذا ما شفناش لو شارونسون دوبلي هذاك السوسه، نمشيو لي يعني شيء اخر ونشوفوا اذا مليحه ولا لا. نرفدو اخواني هكا بو صغير ولا بينوار تاع الزواوش، ولا نديرو فيه العفسه هذه تاع القطن، كما اللي كنا صغار كنا نديرو العدس وكل شيء. ولكن راح نوريكم كيفاش تقسموا هذه شكاره جديده انا هذيك حليتها، راح نقسمها الى يعني واحد زوج ثلاثه اربعه خمسه، نقسمها الى خمس نقاط. نرفد شويه منا، شوفوا خوتي شويه منا، فوالا نديرها هنا، نرفدو شويه منا، نديروها هنا شويه فقط، نرفدو شويه منا ونرفدو شويه من القنت منا، والتالي يا خوتي نرفدوها لتحت، لتحت كامل، لانه اللي يكون الفوق والتحت ماشي كيف كيف. نرفدو لتحت، لتحت هكذا شويه بيدينا، فوالا، خاصه اللي عنده يعني العصافير بزاف يعمل هذه الطريقه. ونسقيوها اخواني في الله، نسقيوها بالماء، نجيبوا شويه ماء ونسقيوها، نجيبوا شويه ماء نسقيوها، كما العدس اللي كنا نديرو العدس و... المهم اخواني كي سقيناها نحطوها في مكان يعني يكون يعني بعيد عن الرطوبه وكل شيء، وبعيد عن البرد الثاني بزاف، لانه البرد كيكون بزاف البذره تاعنا ما تنوش كما ينبغي. المهم هكذا البذره اذا كانت صالحه ان شاء الله، اذا كانت صالحه اول حاجه راح تقوم بها راح تعمل جذره، بعد يعني مرور اربع ايام لخمسه اذا كان فيها المغذيات اللازمه، اذا كان فيها المغذيات اللازمه هذه البذره تاعنا راح تنوض، راح تنوض وتولي نبته. واذا يعني ما ناضتش تماما راهي بذره خاسره. راح نشوفوا بعد ان شاء الله اخواني بعد اسبوع ولا خمس ايام ولا سته، راح نشوفوا اذا شفنا انه 70% تاع البذور هذه يعني ناضت ولات نبات، نعرفوا انه هذه البذور راهي صالحه. اما اذا شفنا النص تاعها ما ناضش، فهذه البذره راهي فاسده. واما اذا شفناها فقط دارت الجذره هذيك وما ناضتش، ايضا نعرفوا انه البذره هذه راهي بذره سيئه من النوعيه السيئه التي راح تمرض لنا الطائر تاعنا، لانه كي تعمل جذره وما تنوضش بالمعنى ما راش فيه المغذيات اللازمه باش تنوض النبته هذيك. لهذا هنا نعتبرها انها بذره سيئه. اذا يعني 50% ناض منا و 50% ما ناضش، نعرفوا ايضا انها من النوعيه السيئه. اذا ناضوا بزاف يعني الكل ناضوا، الحمد لله نعرفوا انه هذه البذره من النوعيه الجيده، وبالتالي ان شاء الله لا خوف من تقديمها للطيور، مع يعني اخذ الحيطه والحذر في يعني نزع الغبار اللي قادر يضر لنا الطيور تاعنا، او نحمصوها شويه فوق النار، ولا يعني كاين عفسكم ولا هم يديروا الناس يخسلوها
ولكن قضيه الخس يعني شويه صعيبه، لانه كاين الناس ما نشفوهاش مليح، وبالتالي البذره هذيك تنوض دير الجدره وتخسر. كي دير الجدره خلاص ما تقدرش تعطيها للطائر تاعك، لانه راح المغذيات تاعها يعني يروحوا. المهم ان شاء الله اخواني يكون افدتكم، وان شاء الله نتمنى منكم تبارطاجيو الفيديو اخواني في الله، والتعليقات الماكسيموم والجامات الماكسيموم كتشجيع لنا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.